السلام عليكم غير ابن الله استوديو تكنيسيان نغميك سوسون سي هشام هذا سي سامح ربي اللي تحمل لي العيب عباره قلت ماشي غير نكي الفنانه كلكم كنت شكر بزاف غير المسلسل لمسات اللي قرات في الالبوم الكريم الجواد الفنارو اللي كان سواسا الفنارو وناس تلمت ردني هبتي تيري 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 أزول أركن بهلاس نمير أركن سيمغور إلى دودين غماد ونو محمد الشباني غلا دايرة مديس تماتو فمغدغ اللمسات الأخيرة للألبوم الجديد لبوماتنا كريم الجواد أرنتمنى أكون يعجب أرنتمنى أكون السوسم العنوان للألبومات دي قات ألف نار وناس إن شاء الله هاتيرا بديفوق عما قريب أركن بهلان تيرا أرنتمنى أكون يعجب أرنتمنى اختفوك تنشركو لعصم هذا أني غزيت غوات ورسلي لي خوزي زاد كنت ما هجران وردو في تاسا طيار أهل رزاق بضاني فتاوينو في النيزة أهل أحديث بكاس نادير من أني يقصد أي حبيب ميلاتي استوفيت ميلاتو قد أي تزرط الطابات اللي غير السيد أرخيت ملا الحنان زود الغاضي أركيت تويه ويكيدا السلطي ريتاية صرت الدنيا تياتا هداك سولي بوم أرقين وزوطا ومهودا في غردة تموت هتلاتي ومهادا إما يغيد الروحة أبني رحم ربي نريد السلام عليكم أزول أركم تشكر في تتبع النون أركم تشكر في الإلحاح النون في الجديد غير ذكرنا بسبب إنجاز الألبوم الجديد اللي كان سوسا الفنار وناس الألبومات اليوم زمني كل الوقت والبريباراسيونز إن شاء الله تيري إلى أسواق عما قريب الألبومات اللي غلا مواضيع مختلفة يدي قيس إيقاعة مركبة الأخيرة أنا تكتشف مكني تسطر إن شاء الله كن يعجب تقلات الجديد من كريم جواد الألبوم الفنار وناس تنميرت